أرجو من الشيخ كلمة عن كيفية تحقيق الثبات عند المصائب في ضوء الهدي النبوي والرضا بقضاء الله وقدره مع ذكر الأدلة في ذلك. الواجب على المسلم عند نزول المصائب الصبر والاحتساب والدعاء بقوله تعالى: إنا لله وإنا إليه راجعون، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وحبس اللسان عن التشكي وعن النياحة والتألم مما جرى من القضاء والقدر. فعلى المسلم أنه يصبر وأن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف علي بخير منها. هذا الذي ورد، فما يقوله المصاب عند نزول المصيبة.